ان شاء الله تكونوا بألف خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جات لكم باش نقدم لكم مشترياتي من موقع شيئين. بالنسبه لموقع شيئين هو موقع فيه برشا حوايج برشا صبابط برشا اكسسوارات، دونك فيه كل شيء اللي يخطر في بالكم الكل، وحاجات ياسر 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 حلوه فريمون. كان نلقى نشري الدنيا الكل، الواحد يحير على الاخر. ديجا ما شريت هذوما كان ما ممكن عندي نهارين ولا ثلاثه وانا نبربش فيه ونشوف شنو فيه بالضبط. حصلوا دونك احسن موقع يعجبني في الحوايج. مره عملت لكم اول قلت لكم اللي ديما نخاف من المواقع اللي على الانترنت، نخاف لا تجيني الحاجه مش كيما اللي طلبتها ولا مش كيما في التصويره ولا تجيني صغيره ولا حاجه، دونك ما نحبش نشري برشا من الانترنت. اما الموقع هذا الحوايج اللي فيه الكل يهبلوا، دونك صحيح الكاليتي معناها ما تتوقعوش انها تكون كاليتي واو على الخير برشا، لكن في نفس الوقت ماهيش خايبه بالكل بالكل، دونك الكاليتي ياسر حلوه. وانا المره هذه شريت حوايج، شريت روب بالغلبيه وشريت سيكان، دونك ديما خاطر في الصيف نخير اني نلبس روب على السراول، دونك ما نحبش نلبس برشا سراول خاصه في جربه، دونك جربه سخونه برشا، على هذاك نخير اني نلبس روبه تبدا مخففه وبارده. دونك مش الكل شريتهم تاع الصيف، فما تاع الشتاء فما تاع الربيع وفما تاع الصيف. دونك اذا كنت تحبوا تشوفوا شنو نشيت بالضبط اقعدوا معايا. دونك باش نبدا بالسيكان اول حاجه باش نرتاحوا منهم، هكاك نجم نتعدى من بعض الروب ونوري لكم روب ملبوسين. دونك اول ساك اللي اكثر ساك عجبتني على الاخر اللي هي هذه، دونك كحله نتاع صفر هي. دونك انا ديما كي نسافر ماذا بيا نهز حاجه على ظهري خير ملي نهز ساك على كتفي، دونك تبدا مرتاحه خير، نبدا مطمنه وهي التالي. و فلا فيها شكيشك كيما هكا وحلوه برشا برشا، دونك ياسر فينو من داخل كبيره بالباهي، خاصه اهم حاجه اللي هي تنجم تهز لي البيسين تاعي، دونك خاطر انا ما نجمش نسافر من غير ما نهز الحاسوب تاعي مهم جدا. دونك ثاني وحده هي الساك هذه اللي هي تجي بيج غامق وبالدوري، مش دوري بين النحاس والدوري، دونك لونه دوري غامق، ومن هنا فيها تريزة حمراء. ومن بعد خديت الساك هذه اللي هي ياسر حلوه وسو كيوت وصغيره كما تشوفوا صغيره بكل بكل قد يدي، وتتحل كما هكا تتجبد من فوق كيف كيف، مازلت ما لبستهاش. واحلى حاجه فيها هما الوردات، دونك فيها بودو ازرق و غوز بودري وسلسله نتاعها دوري ياسر 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 حلوه. دونك نخليكم انا الروابط الكل تحت الفيديو. ومن بعد خديت الساك هذه اللي هي كيف كيف ساك دو كيما الاخرى، تشبه فوق مش كيف كيف بالضبط، هذه اكبر اعرض، دونك تجي كيما هكا فيها لي ديتاي هذوما ياسر حلوين ومخططات حلوه برشا برشا، ومن داخل كبيره بالباهي كيف كيف ترفع لي البيسي تاعي، انا البيسي تاعي صغنون. وخذيت زاده الساك هذه، الساك هذه باغ كونطخ متوسطه، هي مزيانه تظهر مزيانه هكا، لكن حسيت هذايا معناها الزينه نتاعها ما حسبتهاش مطبوعه مطبوعه طبعا، يعني من الاول حسبتها باش تكون احلى من هكا، دونك عاديه فقط حسيتها كارتون وطابعين عليه هذه، هي عاديه على الاخر. والساك الاخرى اللي عجبتنيش بالكل بالكل اللي هي هذه، ايش هدره كبيره من تالي تجي كيما هكا. اول روبه خديتها هي الروبه هذه، دونك روبه حمراء ياسر شيك، باش تشوفوني لهنا لبستها ياسر حلوه، الكاليتي نتاعها ياسر حلوه، فوالا طويله توصل لتحت الركبه وفيها من قدام، دونك سبته مش سبته معناتها تربط هكا قربيطة. و سامبل ياسر كلاس ياسر حلوه نتاع مناسبه، معناها كان عندكم مناسبه تحبوا تلبسوا حاجه شيك وسامبل مش برشا هايله مال، دونك ياسر حلوه عجبتني على الاخر. دونك من بعد خذيت الروبه هذه ياسر حلوه كيف كيف صيفي، هذه حسيتها
نتاع الصيف وحلوة برشا، تحس روحك في وسط، تحس روحك فرانسيس فريمون. هي ياسر كبيرة وحتى كي تتحرك تبدأ هي تمشي معاك، دونك ياسر ياسر حلوة. القماش نتاعها صحيح خرج عملي والقماش هذا، اما في بالي حتى سنة مازال خارج، خفيف على الاخر ما يسخنش. دونك ديجا لبستها وخرجت بها، دونك القماش نتاعها ما يسخنش بالكل بالكل، حتى وهي معناها يديها طوال شويه معناها ترواكار، دونك ما يسخنوش بالكل. وحلوه برشا برشا كي ملبوسه خاصه ومرتاحه على الاخر. فازه واحده اللي تقلقني شويه اللي هي مخلعه شويه، اما لقيت لها توب دونك لونه بيج على لون الحم، دونك جاي معاها حلو برشا. سينو خذيت زيدا الروبا هذي، خذيت برشا حاجات في اللحن. محلولة على خاطر تتلبس خوازي، دونك دور وتتسكر هكا، حلوة كيف كيف، خفيفة على الاخر. من بعد خذيت الروبا هذي اللي هي روبا سبور على الاخر، كما تشوفوا روبا مش مريو، دونك روبا طويلة. دونك الروب الكل تحت الركبة، دونك يفر مع الركبة بالضبط، يا تحت الركبة خاطر ما نلبسش قصير، دونك الكل هكا. دونك تجي كيما هكا وكيما قلت لكم سبور، يعني تتلبس على سبيدري، واليدين نتاعها ترواكار لهنا يوصلوا. هذه ما لبستها لكمش على خاطر شي اجتني ضيقة برشا، دونك ماهيش مزيانة طوا عليا، ان شاء الله كي تنقصت شوية في الميزان دونك تولي تجيني طيب. من بعد خذيت الروبة هذي، دونك لونها روز بيبي، تهبل، دونك اللون هذا يعجبني على الاخر، اما كيف حتى هي جاتني صغيرونة، دونك مني انا راه خاطر انا كي ما نلقاش الطاي دونك ناخذ طاي صغير، باش هكاك نقول كان ضعفتها نجيني، وكان ما ضعفتش مش مشكلة نعطيها لحد واحد اخر. دونك ياسر ياسر حلوة، ما حبيتش نخسرها دونك شريتها، بالرغم اللي بون تجينيش مكبوسة برشا، اما قد وانا ما نحبش نلبس الحاجة اللي ماشية برشا مع البدن، ماذا بيا ديما الحاجة تكون مخففة شوية باش نبدا فيها مرتاحة اكثر. خذيت هذا زيدا الروبا هذي، دونك ياسر حلوة ياسر حلوة، ستيلها ياسر حلو ياسر مضخم، الكاليتي متاعها ياسر شيك، دونك عجبتني على الاخر على الاخر. من فوق ترانسبارنت شوية، لازمكم تلبسوا تحتها حاجة على خاطر سينو كل شيء باش يبان، دونك تنجمو تلبسوا معناه ماريو الخلعة يكون على لون الحم عادي ما يقلقش، ولا يكون لونه ابيض. دونك كما تشوفوا لهنا طويلة كيف حتى هي تحت الركبة، وحلوة برشا 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 برشا. ومن بعد خذيت الروبة هذي، دقيقة بركة خاطر كنت نصور لكم فيهم وانا لبستهم على يديك، دونك مقلوبين. خذيت الروبة هذي كيف للركبة، واليدين متاعها طوال شوية، فيها قربيتها في الوسط، وفيها من هناك التلتوشة شنو يتسمى هذا والله ما نعرف. وخذيت الروبة هذي كديها تول شي كما هكا، فيها حتى شي سامبل، دونك من لوطة فيها فازة الهدية، دونك الفازة هذي تبدأ واسعة شوية من لوطة. دونك خذيت زيدا الروبة هذي، من هنا فيها تسكيرة في الوسط كي الحزام دونك يتجبد، وملوطة ملوطة قصيرة من قدام، مش قصيرة معناها في الركبة مع الركبة من قدام، ومن تالي طويلة فوالا ياسر حلوة. بون نجيو لاخر قطعات اللي هو المريول هذا، هذا مريول دونك اليدين نتاعو في ضربت يدي اي، دونك المريول هذا في اليدين نتاعو ياسر محلاهم، دونك اليدين كبار كيما هكا، دونك ناقصو شوية تحديد، راني أول مرة نلبسو صورتو لبستو بالعاني للتصوير الفيديو هذا. وفي من هنا دونك تسكيرة جي تتقربت كيما هكا، وهو مخلع شوية مش برشا، ومن تالي يتسكر ويتحل بالسلسلة وبودي، هو يعني يتسكر من لوطة. دونك لبست مع السروال هذا كيف من نفس الموقع، وفيه فونت دونك من هنا في حلة كيف من هنا ومن الوسط، دونك حتى هو ياسر حلو عجبني برشا برشا سبور شيك. فلا هذوما الحاجات اللي شريتهم، ان شاء الله يكونوا عجبوكم، ان شاء الله عطيتكم
افكار دونك نخلي لكم الروابط الكل معني اي لبسه نحط لكم اللين تاعها في بعض انفو في خانه المعلومات هكاك تلقوا كل شيء انا خديته بون الحاجات تيرو تيران ما يقعدوش في صباي يعني انا مثلا نتذكر اخترت روبه خليت باش نشري من غدوه باش نزيد نختار اخر روبه لقيتها صايت بعت دونك الدنيا الكل لهنيه ما توف دونك اذا كان عجبتكم حاجه وتحبوا تاخذوا منها ننصحكم تاخذوا منها في نفس النهار باش ما تمشيش عليكم وديما تنجموا تلقوا لي زافي نتاع لي كليون دونك اللي شري حاجه ينجم يخلي افي دونك تنجموا تشوفوا في اخر الصفحه التعليقات نتاع اللي شريو ديجا وعاده ديما يحطوا التصاور نتاعهم دونك تصويره نتاع الحاجه اللي وصلتهم تعاونكم اكثر باش تعرفوا شنو باش تشريو بالضبط. ما تنسيوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناه اذا ماكمش مشتركين وتابعوني على فيسبوك وانستغرام وسناب شات وانا ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.